شنو هو العنصر محايد؟ يعني مثلا اطلب رأي مو انا ما عندي حس على ليش ليش لعد حكيت ويا العالم يصعدون وياك مناسبتيش يلا جاوبني انا اريد جواب علمي هسه ما سالتك فشي بغير لغه دا اسالك لعد ليش وقفت العالم شو كنت تسولف وياهم لا ارد بس ما عنده علامه هو عوفك من العلامة هو القصر هذا أنا مو مشكلتي العلامة ترى يعني أنت بتجرم المتلبس عافية إحدى المخالفات المرورية اللي دائما ما نتكلم عنها هي المركبات الخصوصي التي تعمل أجرة طبعا إحنا دائما ما ننبه أخواننا سائقي المركبات الخصوصي بإفساح المجال لأخوالهم سائقي المركبات الأجرة السبب أنه سائق الأجرة عنده التزامات كثيرة وعنده يعني مجموعة قواعد اتبعها يلا قدر انه يشتغل بمركبة أجرة لكن ابو المركبة الخصوصي من يعمل أجرة راح يسبب مشكلة لاخواننا سائقي مركبات الأجرة السلام عليكم عليكم السلام حياك الله شنو مخالفتك مخالفتي أجرة لا خصوصي يعمل أجرة خصوصي إيه يعني بالصدفة أشيل لا أكثر ولا ها يعني بالصدفة مو دائما بالصدفة يعني حسب مزاجك تشتغل تاكسي لا مو مزاجي بس شفت بهذا الشارع ولقيت ازدحام قلت آخر هسه نلقي الحجة على منو علي من عليك إيه مخالف لو لا طبعاً مخالف احنا غايتنا انا قبل زين اوكي راح اتناقش وياك انا راح يصير عندي خلق شويه الله يعمرها عليك هي اوبتيما تمام يعني خير من الله سعرها تقدر تبيعها لو تصبغها صفرة ليش الضايقه قبل 15 يوم بعت سيارتي ها الله يرزقك الله يرزقك أي. الغايه العلميه من الموضوع كليته يعني طبع لا اكثر ولا اقل طبع اوكي لعد هذا الطبع راح يكلفك انه تتغرم غرامه المركبه الخصوصيه تعمل اجره شكرا جزيلا انا حاضر